على هذا القول الحق وهو القحطان رحمه الله في نونيته القحطانية المشهورة، قال: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول رب آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. صح، الكتابة تحتاج إلى يد وقلم ومداد ورق ومكتوب. كم هذه؟ خمسة، خمسة أشياء: يد، مداد، قلم، رق يعني قرطاسا، ومكتوب. الأربعة الأولى مخلوقة، والخامس وهو المكتوب غير مخلوق. إذا كان هو القرآن فهو غير مخلوق. قال: فشف وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. الكل مخلوق، وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئا. أظن واضح الآن. طيب، لو قال قائل: هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ يحتاج إلى تفصيل. إن قصدت لفظي الملفوظ فهو غير مخلوق، وإن أردت لفظي أي تلفظي فهو مخلوق. إنما قلنا بالأول لأن لفظي مصدر، والمصدر يجيء بمعناه ويجيء بمعنى اسم المفعول. فإذا كان لفظي بمعنى ملفوظي فهو غير مخلوق، إذا كان لفظي بمعنى تلفظي فهو مخلوق. قال: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. رحمه الله. نعم.